الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، الله ينور. أهلا بكم يا رجالة، مبارك عليكم. أجمل شعور في الدنيا شعور إن أنت اجتهدت وحققت أول حلم وعملت اللي عليك. في ناس بتعيش سنين وتموت من غير ما تجيلها الفرصة إنها توصل للإحسان. فقبل أي حاجة نقول الحمد لله الذي هدانا ووفقنا لنكون ممن عملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبشر الصابرين وممن شكروا ولئن شكرتم لأزيدنكم. فاللهم اجعلنا ممن عمل فقبلته، وممن شكر فزدته، وممن صبر فأعطيته جزاء الصابرين. اللهم آمين. وبعد مزيد من الشكر للمولى عز وجل، اسمحوا لي أن أشكركم جميعا. فطوال عام كامل قد تقاسمنا المشقة سويا، وها نحن الآن نتقاسم فرحتنا سويا. وأهنئكم بأنكم كنتم عند ظن أحبابكم كما كنتم عند ظن بكم، وأرجو من الله أن أكون كما ظننتم. وتهنئة خاصة لآبائكم وأمهاتكم على حسن حصاد ما زرعوا، وتهنئة خاصة جدا لكل فرد منكم استطاع أن يجتاز هذه المرحلة وهو فاقد لأحد أبويه أو كلاهما، وأقول لهم وكفى بالله وكيلا. لا، دي تهنئة خاصة لي تسيفة للناس. ولأن ولاد عبد المعبود رجالة وبنات عبد المعبود برضو رجالة، فأنا أرجو منكم جميعا التمسك بهذا الشعار. رجالة، يعني إيه رجالة بقى؟ يعني ضمير يمشي على الأرض، يعني ما تقبلش درجة مش بتاعتك، يعني تعمل اللي عليك لآخر نفس وبأحسن ما تستطيع من إجادة. ودائما يكون أمامك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وتحت يتقنه دي نحط ألف خط، فالجميع يعمل ولكن ليس الكل يتقن. ويأتي مرافقا للإتقان اليقين، اليقين في الله أنه عز وجل لن يخذلك ولن يضلك ولن يمنعك إلا ليعطيك الأحسن. فعليكم بمراقبة الله دائما فيما سيوكل إليكم من أعمال. وعليكم أن تعلموا جميعا أن احتفالنا هذا ليس بالوصول بل بأول خطوة في طريق النجاح. وأدعو الله لي ولكم بأن نكون جميعا كما يحب، وأن يستخدمنا الله ولا يستبدلنا، وأن نكون من الصالحين المصلحين. ودلوقتي أنا بشكر باسمي واسمكم فريق العمل الذي أنتمي إليه. أنا رجالتي واللي أنا واحد منهم اللي تعبوا معانا عشان نوصل مع بعض اللحظة دي، لحظة الاحتفال بالتفوق. وطالب منكم تحية كبيرة. وفي النهاية أشهد الله أني سأفتقدكم جميعا ولكنني لن أفقدكم، فسيجمعنا الله دائما على خير، وهذا ظننا بالله. وتمنياتي لكم بدوام التوفيق. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.